وان شاء الله مباراه اهل السعوديه لمونديال 2018 في روسيا، والمنتخب السعودي ان شاء الله ما هي صعبه عليه ولا هي اول مره يتاهل كاس العالم. صح ان المباراه صعبه، وباذن الله امنياتنا للصقور الخضر بالفوز ولا هي غريبه عليهم ان شاء الله. اتوقع فوز السعودي باذن الله 3-1 على استراليا. والله هي مباراه صعبه، يعني استراليا مو من المنتخبات الضعيفه، ومن من الاقوى اسيويا، وفي المباراه الاولى اللي واجهناه كانت مباراه صعبه. ما تقدمنا احنا، السعوديه تقدم، بس النتيجه ما ادري، انت تفوز استراليا وتعادل. تعادل. فهذه ممكن اذا السعوديه لعبوا جهد بذل الجهد ممكن يفوزون. والله اتمنى التوفيق للمنتخب السعودي ان شاء الله الفوز ان شاء الله. المباراه في منعطف هام المنتخب السعودي، المباراه هذه تحدد مصيرنا في التاهل. اتمنى لعيبه المنتخب انهم يشدون حيلهم، وبالتوفيق ودعواتنا معاهم. مباراه مصيريه تحديد التاهل لكاس العالم، وما حد ينكر ان هذه مباراه اهم مباراه في تاريخ المنتخب السعودي. الفوز فيها راح يحسم بشكل كبير تأهلنا لدور كأس العالم النهائية بإذن الله، وكلنا واثقين في الرجال الأخضر ونقول بإذن الله أنهم يحسمون من هذه المباراة. وإن شاء الله بتكون في مباراة قوية بين السعودية وأستراليا، وأتمنى فوز السعودية 1-0 بإذن الله. إن شاء الله أنها ترفع رؤوس السعوديين، عرفت؟ وهي أكيد بتكون صعبة لأنها برا أرضنا وبرا أرض المنتخب السعودي. أتمنى للمنتخب التوفيق، كلنا مساندين ومؤازرين للمنتخب سواء في أرضه أو برا أرضه. احنا نتمنى له التوفيق في كل وقت، وحنا معك الأخضر، وبإذن الله نتيجته 2-0 للسعودية. وبالنسبة للمنتخب السعودي إن شاء الله تكون حتكون المباراة في أستراليا حتكون صعبة على المنتخب من الناحية الفنية والتكتيكية، لكن إن شاء الله نتوقعها للمنتخب. ثاني شيء، مباراة أتوقع صعب صراحة لأنه في أرض أستراليا، يعني احسن شيء نطلع على الاقل فيه التعادل، لان اتوقع صعب، وان شاء الله اقل شيء التعادل ان شاء الله.